تيجي باستجابات وتعدي الأزمات أصلا غير محدود وسط حروب وغياب تفتح أنت الباب تبعت لي غراب وتكفي وتشوف رغم المستحيلات تيجي باستجابات وتعدي الأزمات أصلا غير محدود يلي ما رح مكسند الجواب بنت محنا ليك المجد وليك مكسند الجواب بنت محنا جيت ودتني صباحا ودمك غطي دمك على عتابي يلي دفعت حسابي كان حقي وعقابي جلد انت وفيت انا مديون لجراحك جلدتك وصياحك جيت ودتني صباحا ودمك غطي ليك المجد وليك القوة ولكل السلطان يلي ورحمك سند الجوال مدتني اطمئنان ليك المجد وليك القوة ولكل السلطان يلي ورحمك سند الجوال مدتني اطمئنان خاوف جوا يا زالي لما ايديك بحنان لمستني عملك فيا ولسه مازالي عمالك شكل وتعيني كل ما خاوف جوا يا زالي لما ايديك بحنان لمستني عملك فيا ولسه مازالي عمالك شكل وتعيني امشي معاك الرحلة مالها استنى ارادتك لاخرها واعرف ايه قصدك في حياتي وافهم معنى الامي بخيرها امشي معاك الرحلة مالها استنى ارادتك لاخرها واعرف ايه قصدك في حياتي وافهم معنى الامي درب قلبي يا ربي بحقك انا مستنيك وقت وعودك قلبي مآمن بيك ومصدق ان انا لازم احيا بدونك درب قلبي يا ربي بحقك انا مستني وقت وعودك قلبي مآمن بيك ومصدق ان انا لازم احيا بدونك امشي معاك الاحلام حلها استنى ارادتك لاخرها واعرف ايه قصدك في حياتي وافهم معنى كلامي فيها امشي معاك
أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمتابعين، أحييكم من استديوهات قناة الآرامية، وهذه حلقة جديدة على البث المباشر في التيك توك واليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي أخرى، أيضا على التي في وعلى بوكسات كثيرة جدا. نحن متواجدين معكم لخدمة الرب يسوع المسيح. أخواني وأخواتي، مبدئيا رجاء تكبيس قليل جدا، نحن آسفين شوي تأخرنا في ظهورنا على الشاشة في هذه الحلقة، ولكن معلش هي 10 دقائق مش أكثر. فرجاء حبايبي، عيد وحدة، كلنا عيد وحدة ونحن نكبس معكم، خلونا نكبس. هذه حلقة من الحلقات المهمة جدا، يرجو أن تكونون موجودين معنا لنهاية هذه الحلقة. هذه الحلقة هي ليست فقط حلقة تناقش موضوع، وأما أنها تعليمية. اليوم الاثنين الصادف 15 نوفمبر تشرين الثاني، وهذا اليوم الاثنين هو بداية المؤتمر، والمؤتمر هذا اللي راح يكون
اللي الله أعطاك إياها لكي توصل بها الإنجيل، أو ممكن تشاركها معنا، ممكن ننصحك أو ممكن تنصحنا، نتعلم من بعض يعني. فمحتاجين أيضا مشاركاتكم في هذه الحلقة، يعني تطلعون معنا على البث وتشاركون معنا وتقولون المهارات اللي أعطاك إياها الله. هل بالعمل معك مسلمين؟ هل بالسيارة عندما تروح للشغل تأخذ معك 2-3 مسلمين؟ هل في عطلة الأسبوع تلتقي بمسلمين؟ كيف؟ مش فقط مسلمين، غير مؤمنين، ممكن مؤمنين بالاسم بس مسيحيين مولودين في عوائل المسيحية، ممكن من ديانات أخرى أيضا. الهدف ليس مسلمين، احنا نتكلم على ملكوت الله. يجب على الكل أنهم يعترفون أن المسيح هو الله الظاهر بالجسد، وإلى المسيح يقبلون، هذا ما يقوله الإنجيل. الكل ليس فقط المسلمين، ولكن نتكلم باللغة العربية. بطبيعة الحال نحن نميل للخلفية الإسلامية أنا وخاسين. هذه الفكرة هي مهمة جدا لكي نعرفها، لكي نظهر، نستطيع نظهر للعالم ونتكلم مع العالم الآخر ونعرفهم برب المجد يسوع المسيح. اللي يقبل مبروك عليه، واللي يرفض هو حر. احنا نحط الخيار أمامه، إذا اختاريت الرب يسوع المسيح لك حياة أبدية، وإذا رفضت الرب يسوع المسيح لم ترى حياة أبدية، ونحن نتمنى لك أنك تختار الطريق الصح. شو المطلوب؟ هو مجانا عزيزي، مش مطلوب منك شيء. أعطني قلبك وعيناك لتلاحظ طرقي، هذا ما قاله الرب يسوع المسيح. فهذا مهم جدا إخواني وأخواتي نعرف ونكتشف القدرات اللي الله أعطانا إياها في هذا الماراثون. هذا الماراثون راح يستمر إلى آخر الأسبوع تقريبا. اليوم بداية الماراثون وهي أول حلقة، ولحسن الحظ هي أول حلقة حلقتنا أنا وخسين، وأنا وخسين وسيد النمر، وأيضا أخوة وأخوات آخرين راح يشاركون معنا. إخواني وأخواتي تحميسكم مهم جدا للتيك توك يثبت هذه الحلقة، دعم الصفحات أيضا مهم. خلونا يلا إيد واحدة، بعد ما راح أذكركم بعد 10 دقائق، يعني راح أذكركم بعد 12 دقيقة، ما راح أذكركم مرة واحدة ورا واحدة يعني. خلوني يعني 12 دقيقة 13 دقيقة أذكركم مرة تانية. فخلوني قبل لا أذكركم مرة تانية خلونا إيد واحدة إخواني وأخواتي، إيد واحدة. تكبيسنا متأخر جدا جدا، إحنا الآن تقريبا 20 دقيقة من البرنامج فات، يعني تأخرنا 10 دقائق أوكي، ولكن 20 دقيقة الآن المفروض إحنا أغل شيء الآن يعني 35,000. إحنا نشوف التكبيسات قليلة جدا. كبسوا إخواني وأخواتي إيدكم معنا، مشاركة الحلقة مع الآخرين أيضا مهمة جدا، شاركوا الحلقة. خلونا بالتكبيس أيضا، خلونا نرحب بالأخ حسين أيضا. أخوي حسين سلام ونعملك وأهلا وسهلا بك في هذه الحلقة. الله كريم، تحية لك وللأخ سيد النمر ولكل الأخوة والأخوات العاملين في قناة الآرامية وأيضا المشاهدين، تحية لكم جميعا، ربي يبارككم. أخوان وأخواتي أتمنى تكبيسات وأيضا شير، سوي شير لللايف لأصدقائكم الآخرين أجل أيضا أن ينقلوا ويشوفوا اللايف هذا. شكرا جزيلا أخ حسين. هذه الحلقة تأتيكم من استديوهات قناة الآرامية، هي من أعداد أخونا حسين العراقي وهو مسلم سابق يتبع الرب يسوع المسيح. أخويا سيد النمر نورتنا حبيبي، سلام ونعمل، كيف حالك؟ سلام ونعمة أخونا الحبيب البطل الكريم وأخونا المحبوب حسين، ربنا يبارككم ويستخدمكم دايما وتكون حياتكم منارة يا رب لأقصى الأرض، أمين. شكرا جزيلا سيد نمر. خليني ابدا معك حسين، انا بعرف هو صاحب البرنامج وصاحب البيت يعني، فاحنا ضيوف، انا وياك ضيوف. خلينا نبدا احنا ضيوف، انت الابطال انت اهل البرنامج. خلينا نبدا ضيوف، حسين ايضا هو عنده مداخله قويه فيما بعد، انا متاكد من الموضوع. المواهب للملكوت هو عنوان هذا الماراثون. الماراثون راح يكون على قناه الاراميه لمده اسبوع كامل تقريبا، وهذا هو الماراثون، خليني بس أقرأ لكم، الماراثون الثاني لعام 2024. يعني احنا قناة الآرامية كل ثلاثة أربعة أشهر تقريبا تعمل الماراثون، والماراثون يتناول موضوع مهم جدا، والموضوع اللي اختاره الروح القدس هو المواهب للملكوت. عنوان هذه الحلقة استخدام مهاراتك لتقدم الإنجيل والمهام. ما هي المهارات اللي ممكن نستخدمها لكي نقدم كلمة الرب يسوع المسيح؟ تفضل حبيبي. طيب ربنا يبارككم. هو طبعا الموضوع ده مهم وجميل جدا، لان اكيد احنا كلنا اعضاء جسد المسيح. يمكن كنا اليوم فاتحين بس كنا بنتكلم في حاجه شبه كده، لكن مش بطريقه دايركت زي ما انت فتحتها اخونا الحبيب كريم. كنا بنتكلم على ان مفيش عضو في جسد المسيح مهمل، محدش يقدر يقول للعين انت مالكيش استخدام لان انا بعتمد عليها في النظر، محدش يقدر يقول للفم أنا مش محتاج ليك لأن من خلاله أنا بعبر عن الكلام، محدش يقدر يقول للإيد أنت مالكيش حاجة لأن الإيد دي مهمة
في إنجاز الأشياء اللي أنا بصدد إني أنا أفعلها. طيب يبقى هنا إحنا بندي مثال بسيط لجسد المسيح، وإن جسد المسيح ده هو كله أعضاء مختلفة لكن كلها بتساعد في إتمام وظيفة هذا الجسد وتشجيع هذا الجسد وكمان بناء هذا الجسد وتقوية هذا الجسد. فإحنا بنشوف أخواتنا الغاليين المواهب، في مواهب ربنا حطها فيها وفي مواهب روحية الرب يريد إن هو يمنحني إياها. يعني هو الموضوع بينقسم لقسمين، دي مواهب طبيعية الرب حطها فيها، يعني زي المورد الطبيعي كده، زي العالم ده ما هو فيه أنهار وفيه شمس وفيه، دي موارد طبيعية. فالله كمان حط فيك موارد طبيعية، قد تكون مثلا أنت متكلم مثلا زي أخونا كريم في النقاشات والمناظرات، هو متكلم بيركز مع الفكرة، في واحد تاني يقول لك لا أنا مش واعظ، أنا مش متكلم، أنا مش مناظر، أنا مش مرنم. لكن أكيد كل واحد الرب حط فيه حاجة معينة في مواهبه الطبيعية يقدر أن الرب يستخدمه من خلالها. قد يكون الصوت في الترنيم، قد يكون مثلا أن الرب أعطيك أن أنت تكون معلم للكلمة في الكنيسة عشان تبني أعضاء الجسد. الكنيسة لابد تتبني، لازم الكنيسة يكون فيها معلمين. فالرب بيكون عندك أنت يعني موهبة طبيعية فيك، أن الرب بيديك أن أنت تقارن الروحيات بالروحيات، أعطيك مسحة. فالعمل الروحي كله بيتم من خلال المسحة الإلهية والتواضع. لكن لازم الإنسان يكتشف الحاجة اللي هو الحاجة الطبيعية اللي الرب عطاها. طب تقول مثلا أنا لساني ثقيل زي موسى، وأنا مش متكلم، وأنا مش واعظ، وأنا صوتي في الترنيم مش ولا بد، طب أنا أعمل إيه؟ كان أخ كريم من شوية لسه قال أن أنت ممكن أن أنت ترنم، أسف يا ربي، قال أن أنت ممكن تكون مصلي. شفنا موسى كان يعني لما كان يشوع والرجال في الحرب بيحاربوا، كان موسى النبي على الجبل بيصلي من أجل النصرة. وهو ده دور الكنيسة، إن في الوقت اللي كان طالع فيه مبشرين يخدموا، لما الروح الله القدوس اتكلم وقال افرزوا لي برنابا وشاول للخدمة، كانت الكنيسة بتصوم وتصلي. إذن فيه كنيسة مصرية، فدور صلاة في عالم الروح أنت بتكسر إبليس ومملكته من خلال تواضعك وطلب وجه الرب وإن مشيئة الرب تتحقق على الأرض. دورك وإنت مصلي هو أروع دور. يمكن أنت بتقول يا خسارة أنا مش مفوه، يا خسارة أنا صوتي في الترنيم مش حلو، أنا يا خسارة مش واعظ. لكن الرب يمكن أعطاك أنت امتياز أكتر من الواعظ وأكتر من المرنم، دور أنك أنت تكون مصلي. فلو جينا يعني قارنا ما بين دور المصلي أخونا كريم وما بين المرنم وما بين الخادم اللي بيكرز، لا، الدور الأفضل والامتياز الأفضل للركب الساجدة، للإنسان اللي هو مش مفوه، الإنسان اللي هو مش بيقدر يرنم لكن عنده ركب ساجدة، بيحب كنيسة الرب، نفسه يشوف كنيسة الرب منتصرة، نفسه يشوف كنيسة الرب بتهزم في مملكة الظلمة. فأقوى سلاح في العالم كله هو سلاح الصلاة، والرب يسوع المسيح أكد على هذا الأمر لما قال اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. اللي يحفظ الكنيسة من التجارب وشعب الرب من التجارب والخدام من التجارب هو الركب الساجدة من أجل نجاح الخدمة. وموسى عمل إيه؟ طلع فوق الجبل، وده يدل على ان حياته مرتفعه، الانسان اللي دايما بيحب الخلوه وفارد ايديه قدام الرب وبيبص للرب وبيصلي من اجل الشعب ان هو ينتصر ضد عمله. وكان كل موسى ما يرفع ايديه للرب كان الشعب ينتصر، ينزل ايديه عمليق هو اللي ينتصر والشعب ينهزم. اذا اخويا بتسمعني، اختي اللي بتسمعني، اوعى تحتقر نفسك في عيون نفسك وتقول انا مثلا ثقيل اللسان زي موسى مش مفوه، او تقول انا صوتي في الترنيم مش حلو. لكن اكيد الرب
مدبر لك خدمة أفضل، ألا وهي خدمة الصلاة، ودي أي حد يقدر يقوم بيها، دي أي حد يقدر يقوم بيها. لكن يكون امتياز ليك أنت لو أنت لاحظت أنك أنت مش قادر تأدي باقي الخدمات الأخرى، وكان في تركيز على هذه النعمة في أنك أنت تكون فعلا جندي صالح للرب يسوع المسيح، ورجل للصلاة أو بنت للرب للصلاة، بأنك أنت دايما تقفي في الصغر. أخ كريم، أنا من حوالي ثلاث أسابيع أو قربنا على الشهر، شخص طلع عندي في البث وقال لي أنا الرب حط على قلبي إن أنا صلي لك. قلت له خير؟ قال لي في حرب شيطانية ضدك ضروس جدا. فهو كرجل الله المصلي طلع وطلب المايك وصلى من أجلي وطلب الحماية، ويعلم الرب ويشهد فعلا تاني يوم كان في حرب شيطانية معلنة ضدي كخادم بطريقة شرسة واضحة جدا، إبليس بيواجهني وجه لوجه. وأنا بقيت أقول له أقول له يا رب بك احتمت نفسي إلى أن تعبر المصائب. تذكرت الأخ اللي هو صلى من أجل حمايتي. فالصلاة دي هي مفتاح للحماية، هي النجاح الخدمة، هي لتحقيق مشيئة الرب على الأرض هنا، بأن يمتد ملكوت الرب، وأن مملكة إبليس تتحطم فوق راسه، لأن العدو تم خرابه إلى الأبد. يجي حد تاني يقول مثلا طيب ممكن حد تاني جنب، طبعا زي خدمة التدبير. شفنا الكنيسة الأولى كانت كنيسة مدبرة ومنقادة بروح الله، وما ينفعش إن إحنا نوسع في خدمتنا اللي إحنا بنقوم بيها إلا لما نكون تحت إرشاد وقيادة من الله. يعني ما ينفعش إني أنا أستحسن حاجة وأروح أعملها من نفسي، لازم أحس كده إن في تثقيل من روح الله القدوس إن أنا بقوم بالخدمة دي في الاتجاه الصحيح. فبنشوف مثلا في سفر أعمال الرسل نجد إن الكنيسة الأولى كانت كنيسة بتخدم الرسل، فأنت ممكن تخدم الخدام نفسهم، أو تخدم في خدمة الأرامل، أو خدمة الافتقان، أو خدمة السجون، أو خدمة المستشفيات. قد إيه الناس اللي حواليك اللي بتشعر ببؤس وإنت تروح تزورها وإنت مش بتترجى منها حاجة ولا بتطلب منها حاجة، لكن هم عارفين إن أنت مش محتاج لهم في شيء، لكن أنت بتقرب لهم لأنك أنت بتحبهم. فده إعلان محبة الله للإنسان اللي محتاج لهذه المحبة، ومن هنا تفتح باب للكلام، تفتح باب للكلام والدعام. في ناس صعيدة بسطقة ربنا فتح معاهم باب للكلام، وأنا بديهم يعني كسرة من الخبز كده، بركة كده يعني. فقلت لهم أنتوا تعرفوا أعظم محبة، أعظم محبة في الكون هي محبة مين؟ فبدأوا يسمعوا لي بإنصات. المهم ان الرب عطى باب للكلام، باب للكلام. ممكن تكون انت تقول لي انا مش فاضي اني اتكلم مع الناس. يا سيدي لو انت حتى بتشتغل على تاكسي او بتشتغل على عربيه نص نقل، ممكن تاخد مجموعه من الانجيل او النبذات الخلاصيه اللي تخليها معاك، وبابتسامه حلوه وبرضا كده تديها للانسان اللي هيجي ينزل من معاك وهو نازل، تقول له دي خد حاجه كده هدية، أتمنى إن أنت تستفاد منها وتقرأ. صدقني أخي كريم، أنا سبب خلاصي أصلاً إن في حد أهداني كتاب، فما نستهونش بهذا الأمر. عطاني نبذة اسمها إلى أي، ولما قريت النبذة ديت كان فيها قصة. أخ سعيد نمر، رح نتكلم على الكتاب وإهداء الكتاب، لأن أيضاً دكتور باسم رح يكون معنا، فأريد هاي مداخلتك المهمة في ذلك الوقت، لأن رح يربط الأحداث ببعض. اسمح لي ان تغلي الاخ حسين، اشكرك من اجل هذه المداخله الغيمه والرائعه جدا، واريد اكد على كلامك. خدمه الصلاه مهمه جدا جدا جدا. ما راح اذكر تفاصيل علشان يعني المجد للرب يسوع المسيح، لان ليس لنا اي مجد يظهر امام العالم. الكتاب يقول نحن نختفي والمسيح يظهر، هذا ما يعلمه الكتاب، والشعب الرب لازم يكونون دائما متواضعين. كان يوم من الايام عندي مناظره، وحسين يعرف في واحد شرس جدا، شرس مش بيعرف معرفة ولا بالعلم ولا بالثقافة ولا بدراسة الكتاب، هو ما بيعرف لا يمينه من شماله، بس متطاول ومسيء، وهو شيخة متطاول ومسيء يعني بطريقة غير عادية يعني.
واجى للبث تبع، وانا عندي على البث تقريبا 300-400 رفعية، واعطيت مايك دي يحاورني، قال لي لا ما اريد احاور، اطلب منك مناظره امام الناس واتحداك تقبل. قلت له انا غبلت، صدقني غبلت، بس اعرف يعني كتبت النقاط اللي راح يتكلم مين. طبعا اختارنا موضوع المناظره، هو هرب من حسين عرفه يعني جدا محسن كمان. فالفكره هي انا اتكلم على الصلاه هنا، صدقني يعني انا بعرف يعني سلاحي قوي الكتاب المقدس، وانا خلفيتي الاسلاميه يعني لا باس بها يعني معروفه، فما ما ماني يعني الموضوع مسيحي اسلامي بالاسلاميات. انا عارف ومتاكد جدا راح يتطاول على الشخصيات المسيحيه والكتاب المقدس. كنت اصلي اني يا رب تغفل لساني لا اتطاول على البث. صار ب 2000 تقريبا، بثي ب 1000 وبثي ب 1000 طلع انا بث خارجي. الفكره يعني هي كلها اني اصلي يا رب امسك نفسي امام الناس لا اتطاول، يعني راح يتطاول وانا عارف متاكد منه، وهو جاي لموضوع هذا الموضوع يعني، وعندما دخل في الصداق يعني غير ما غاية يعني. وهذا كله تطاول على طيب يا رب صبرني لا اتطاول. طبعا النادل عندي قويه اقدمها بادله قويه، بس ينرفزك هذا الشخص يعني. صدقني في طول المناظره اللي هي ساعتين كان الرب يعني غايدني بطريقه غير عاديه، اول مره بالحياه اشعر بهيك الطريقه يعني، اول مره. والمناظرة كانت ممتازة بطريقة عالية جدا، حتى بث اللي عنده وكلهم انتقلوا عندي جماعته، مش كلهم بس أعداد كبيرة انتقلوا عندي يعني، بث ظل فاضي كمان، والأخوة والتشجيعات وفلان غفلت. قلت له استرات اتصال في أخت يعني، قالت لي خلفت الكاميرا، فتحت لي الكاميرا وورتني 6-7 خوات قاعدين كلهم على كراسي وحاطين كذا، قالوا كنا قاعد نصلي لك طول المناظرة. قلت لهم صدقوني أنا حسيت بشيء عجيب. الأخت موجودة معنا ممكن تسمعنا لكم، قالت إحنا كنا بالبيت الغرفة، كنا أول ما جيت المناظرة إحنا عارفين هذا الشخص متابعين بثاته وفلان، فإحنا جينا كلنا نصلي لكي الرب يعطيك نعمة، وبالفعل الله أعطاك نعمة عجيبة بالبث. إيش قد كنت هادئ يعني في طول هو أنا ماني هادئ، أنت تعرف يعني أنا يسموني مشاغب يعني، أنا وحسين مشاغبين يعني معروفين. فالفكرة يعني طاني هدوء وسكينة، الله أعطى خدمة للمصلين لكي أنا ما طلبت منهم، ما بعرف قاعد يصلون أصلاً. بعد المناظرة فهمتهم قاعدين في غرفة وبيصلون أخوة وأخوات ومعروفين، ما راح أذكر أساميهم، معروفين والأخت موجودة معنا والفكرة كلها. فالصلاة مهمة جداً أخواني وأخواتي. أخوي السيد نمر يتكلم على هذا الموضوع بالذات، وهيك مواضيع نصلي من أجل خدام الرب يقودهم في حروب الأمامية وبالخطوط الأمامية، هذا مهم جداً جداً. أخوي حسين خليني أرجع لك المواهب للملكوت وعنوان حلقتنا. أنا أشكرك أخوي سيد نمر على رسالتك الجميلة جدا. العفو أخوي كريم. عنوان حلقتنا أخوي حسين هو استخدام المواهب، كيف تستخدم استخدام مهارتك لتقديم الإنجيل والمهام. ما هي المهارات اللي ممكن نستخدمها في خدمة الإنجيل أخي حسين؟ مكتوم انت صوتك ما يطلع. اهلا بك كريم. اهلا وسهلا. مش كبس يا حبايبي، يلا ما ذكرتكم كبس. المهم يا اخ كريم اننا نعلم قبل ان نبدا فمهاراتنا الشخصيه هو انه يكون عندنا ايمان حقيقي. امين. لما يكون الايمان الحقيقي موجود المهارات تجي شوي شوي. وصفات المؤمن الحقيقي هي أولاً يفرح لما يشوف واحد غير مسيحي يجي للمسيح. أكو مؤمن ما يهمه هاي الأمور، وأكو مؤمن ما له علاقة إجت الناس للرب ما إجت ما يهمه. أكو مؤمن إذا شاف أخطاء من آخرين يحط إكس على كل الناس، إذا شاف خطأ معين من فلان أو فلان. فأول شيء إحنا تكون عندنا صفات المؤمن الحقيقي، أولى المهارات. المؤمن الحقيقي يتعب ومستعد يحب محبة باذلة وتضحية في سبيل ناس تعرف المسيح. المؤمن الحقيقي مو بس يروح الكنيسة ويغنم ويرجع وما يهم الآخر. المؤمن الحقيقي مو بس يعني خلص إحنا نجتمع ونرجع. فمن صفات المؤمن الحقيقي يظهر بي أول شيء ثمر الروح القدس اللي يأكد عليه الكتاب المقدس. وإضافة صفات المؤمن أنه يكون فرح عندما واحد يقبل للرب،
يسعى لخلاص النفوس. أنا في هاي خدمتنا كثير نجد معارضات من ناس مؤمنين، هاي غلط، هاي مو صح، لازم إحنا ما نناقش المسيحية ونشرح، ولا نناقش بالإسلام ونشرح، وعن علاقة ولا نحكي بس فإذا إحنا ما فاهمين مهاراتنا، ما فاهمين شنو موهبتنا، ما فاهمين شنو اللي الرب يريده، كيف إحنا نبدأ نتقدم برسالة الإنجيل؟ فالتصحيح يجب أن يكون من الداخل، داخل الأشخاص. شوف الكتاب شو يقول، يقول وأما ثمر الروح فهو محبة. لما يكون عندي محبة لجميع الناس، أنا بهاي الحالة أفكر بخلاصهم للملكوت. إذا أنا كنت أؤمن أن الخلاص بالمسيح، ليش أبخل بيه عن الآخرين إذا أنا ما عندي محبة؟ لكن إذا كنت أنا مو مؤمن أن الخلاص بالمسيح، بل أي دين يقدر يخلص، هذا إيماني مو مع الكتاب المقدس، فهذا بحث آخر. لكن كيف أنا أقول أنا مؤمن وأنا ما عندي محبة؟ ما أريد الآخرين يجون للرب يسوع، ما يهمني. بعدين من يكون المحبة يصير عندي فرح، فأفرح أنا بعد لما أحب جميع الناس، وإضافة أبشرهم وأعلمهم بتعليم المسيح وأتحدث عن المسيح، راح يصير عندي فرح إذا وصلت رسالة الرب، وراها راح يصير سلام، ما راح يكون لك خوف. إذا إيقاف البشارة بسبب الخوف، أنا أقول لما نكون مؤمنين حقيقيين الروح القدس سيجعلنا نتغلب على الخوف، سيجعلنا نصبر على جميع الاضطهادات التي تحصل في خدمتنا. لكن إحنا الأساس لازم نكون صالحين فيه، يصير عندنا طول أنات. لما يكون عندي سلام باتجاه الآخرين، حبة عدا صار فرح والسلام، ما يصير عندي طول أنات في إيصال البشارة، راح أخذ وقت طويل إني أشرح، إني أناقش، أتحمل الآخرين. ما أقول ما يهمني، أنا كمؤمن أكون لطيف، يصير عندي لطف، بعدها يكون عندي صلاح، وصلت رسالة صحيحة، وراح يكون إيمان إلي ولغيري، إلي ولغيري. فهذه رسالة الرب مهمة، رسالة الرب. بعدها يكون عندنا وداعة وتعفف. إذن وداعة وتعفف، إذن هي مو بس كلام، لازم أيضا تكون حياتنا نور، سلوكنا يكون نور، نكون أيضا أعمالنا الخارجية اللي يشوفها الآخرين يجب أن تكون نور، نكون ناس زينين، ما نحط شواب على أنفسنا. بهذه الحالة أنا أكون صرت يعني قدام الناس نور، صرت قدام الناس مثل ما قال الرب ليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. المهم أيضا ليس فقط أعمال، بل أيضا تصحيح الأفكار، لأن الأعمال الصالحة ممكن تجي من الإنسان الغير مؤمن أيضا، ممكن تجي من غير المسيحيين أيضا. وفي غير مسيحيين نشوف أعمالهم الصالحة أيضا أحسن من المسيح، في كثير حقيقة ناس من غير دين نلقى أعمالهم الصالحة أفضل أحيانا ولربما أفضل بكثير من كثير من المسيح. ونشوف ناس من أديان أخرى غيرتهم أكثر من كثير من الناس يدعون المسيحية، غيرتهم لإيصال الإيمان. ولو كان عندنا بجد غيرة التعصب أو الموجود بالأديان الأخرى لما تهاونت المسيحية أن تكون جميع البشر يعرفون خلاص الرب. برافو عليك، هاي النقطة مهمة جدا. خلينا بس أشارك معك شيء بسيط علشان تكون في نفس الموضوع.
في واحد كويتي اتصل بقناة تلفزيونية وتبرع $1,000,000 لبناء مسجد. ما عندنا بس هي لم $1,000,000 تبرع. والمسيحيين على فكرة أغنياء مش فقراء يعني. بس ما أعرف ليش. وعارف المسجد شو يعني يدعي للهلاك والإرهاب والقتل وسفك الدم. وعندكم أنت يعني يعني بتقديم. عارف تبرع بناء مسجد في أوروبا مش ب على قناة تلفزيونية اتصال وموجود فيديو على اليوتيوب. كريم شوف الاضطهادات اللي مرت بها الكنيسة ومرت بها المسيحية على طول السنين أدت إلى تضعيف القادة روحيا والشعب روحيا، مما أدى إلى ضياع التعليم وضعف التعليم في الكنيسة، مما راحت مثلا الغير الإيمانية والحرارة أنه نبشر الآخرين بسبب الخوف والاضطهاد. هذا السبب الكبير. لكني أسأل المسيحيين جميعا، متى كانت المسيحية في حالة راحة أصلا على مر التاريخ؟ متى المسيحيين عاشوا بسلام على مر التاريخ؟ قضوا عمرهم ناس تضطهدهم من الأديان الأخرى. هل انتشرت المسيحية في زمن كان المسيحيين لديهم الأموال والسلطة والسيطرة؟ نو. فانتشرت في عصر الاضطهاد والألم. كان ينشئ التعليم الصحيح حتى بعدم وجود الكتب في ذلك الزمان. هكذا نحن اليوم يجب أن نكون. رسالتنا يجب أن تكون مركزة. تستهدف فئات تعرف الرب، تستهدف فئات تعرف الرب يريد عندهم حارة ما يقول الإشارة. فأنا أشعر التغيير لازم يكون من دواخلنا. كثير ناس بالكنائس يعرضوا التبشير، وفي ناس في كنائس كتابية يا كريم. في موجود. أنا مثلا يتصل بنا واحد أنا وأخ كريم وهو يقول أنا كنيستي كتابية أو كنيستي كذا، ويقول إحنا رجاء إحنا كنيستنا ما تدعم العابرين، العابرين كلهم كذابين، شكو واحد يجي من خلفية إسلامية كذاب، وهذا يكون قس في للأسف. وهذا يعني ممكن كنيسته بيها 200 شخص وهيك هيك أفكاره. فكيف المؤمنين يكونون يتعلمون تحت ايده ينظرون للبشاره؟ يا اخ حسين اسمح لي، ده على اساس ده على اساس ان اجداد القصه يعني ما كانوش عابرين. ده على اساس ان اجدادهم ما كانوش عابرين يعني، هو مثلا هبط علينا من السماء مسيحي، ولا هم اجداده في يوم من الايام كانوا غير مسيحيين وامنوا بالمسيح؟ صحيح صحيح يعني بمنطق يعني. فنعم حسنت أخوي. فما تكون هكذا أفكار خاصة من رعاة وخدام، فهنا يضعف الشعب روحيا عن التبشير. إذا القائد ما ثق ولا يثق بالمؤمنين اللي من خلفيات أخرى، كيف تريد الشعب الآخر؟ فصفات المؤمن الحقيقي هو أن يبشر عن محبة، عن حرارة، عن غيرة. الرسول بولس طبعا أنا أستشهد بهذه الآية بغير موضع لكن ما يخالف، لما كان مو مسيحي قال من جهة الغيرة فكنت أضطهد كنيسة الله، يعني كانت عنده غيرة لما كان يهودي على إيمانه إلى درجة أنه يضطهد الكنيسة. لكن بعدين لما أتى للمسيح صارت عنده غيرة إلى درجة أنه هو يبذل حياته في سبيل الناس تعرف الحق وليس يضطهد الآخرين. وهذا الفرق بين المسيحي وغير المسيحي. غير المسيحي يضطهد الآخرين في سبيل يجبرهم أن يأتوا لدينه أو يأتوا لإيمانه. أما المسيحي يضطهد جسده وحياته وبيته، يضطهد نفسه في سبيل الناس تعرف الحق، يبذل جسده، يتألم، يتعذب. ف
فإحنا محبتنا باطلة للآخرين، نحن لا ندمر الآخرين بل مستعدين إنه إحنا نهلك، كما قال الرسول بولس أيضا في مواضع متعددة، قال سلم جسدي اضطهد لأجل أقربائي يعرفون الرب. فإحنا وين فكر بعض المسيحيين عن فكر الرسول بولس وفكر الكتاب المقدس؟ وين فكر المؤمنين المسيحيين عن فكر تلاميذ المسيح؟ هل تلاميذ المسيح ما كانوا ينتقدون العقائد الباطلة؟ ما كان الرسول بولس يقول كفوا عن هذه الأساطير والخرافات؟ هم كان يقول لا ما يصير أجرح مشاعر؟ لا المسيح بنفسه شخصيا عندما ضرب السيارة فاللي بيعون قالوا أخرجوا من هذا المكان، هذا بيت أبي يدعى صلاة، بيت صلاة وإنكم جعلتم مغارة لصوص. صدقني كريم حتى هاي الآية حرفوا معناها البعض، يقول لك هاي لا هو المسيح هو الرب الديان، إحنا ما نسوي مثله، هيك يقولوا. لذلك أنا ما استشهد باللي سوى الرب في بالأمور البشرية. صدقني هيك يقول لك، يحاول يروي الكتاب المقدس بينما هو الكتاب هو هاي النماذج موجودة. بس خليني لا نقطع الأمل، يعني خلينا نعطي أمل أيضا. المبشرين أيضا موجودين في خدمات أيضا تدعم التبشير، يعني هاي نقطة أيضا. نعم اي، فخلينا نقول الجزء الثاني ان البشاره مهمه ايضا، في ناس تدعم التبشير، مو كل الناس، في هاي النماذج موجوده اللي تكلمت عنها، بس في نموذج اقوى لدعم رساله الانجيل. نعم هذا اللي نوصله اخواني واخواتي، انه احنا يجب ان نبدا من انفسنا بالتغيير، تغيير افكارنا باتجاه الكتاب المقدس، تكون افكارنا صحيحه، وبعد ذلك نبدأ في البشارة. مواهب البشارة، لما أوصل رسالة المسيح أخوان وأخوات لازم يكون عندي الشجاعة الكاملة، وهذه أطلبها من الرب، موهبة من عند الرب. لما أخلي ببالي أن عندي محبة، أريد أتعلم، أريد أكرز للآخرين عن المسيح، فبهاي الحالة أنا راح أتقدم، راح تكون عندي الشجاعة القوة، مثل ما بطرس في أعمال الرسل لما امتلأ من الروح القدس، لاحظوا ماذا يقول في أعمال الرسل الإصحاح الثاني، قال فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم اسمعوا أجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم واصغوا إلى كلامي إلى آخر الكلام. ركز، والأحد عشر يعني إحنا دائما خدماتنا يجب أن نكون معضدين بعضنا البعض. لما نريد رسالتنا تنجح لازم شنو؟ نكون معضدين بعضنا البعض. الرب يسوع المسيح لما أرسلهم أرسلهم اثنين اثنين تلاميذ ليبشروا، وبطرس هنا مع الأحد عشر كان يطبق وصية الرب، لا أحد ينفرد ويقول أنا وبس وأني، لا نجعل الخدمات لمجرد شخصية واسمي وكذا، بل نكون جميعا متحدين في الخدمة في الخدمات، ونعمل مع بعض لإيصال رسالة المسيح كفرق. وهذا الأمر مهم جدا، إحنا نتقدم، تكون عندنا قوة الكلام عند انفتاح الفم، نثق إنه لسنا نحن المتكلمين بل روح أبينا الذي يتكلم فينا. متخصصين بالبشارة والخدمة أو قنوات أو أمور أو منظمات أو أشخاص، وإحنا نثق بيهم أو نسأل ونتأكد إن ذولا فعلا يعملون هذا الشيء، إن نتشارك معهم في دعم هذه الخدمات، في دعم هذول الأشخاص، نشوف شنو الاحتياجات اللي يحتاجوها في الخدمة، ونركز على مساعدتهم وعلى دعمهم لكي نظهر، مو بس نستفيد أو نرتاح، يرتاح قلبنا لما يحكون على شيء معين أو لما يبشرون أو لما يجيبون أحد، بس نفرح وما نشارك أبد بأي شيء. لا، يجب أن نكون شنو؟ شريكين في هذه الخدمه.
احنا نعرف مثلا قناة معينة، شخص معين عنده احتياج مبشر، نعرف شنو احتياجه، نشارك بالظروف، نشارك بأمور الحياة. في ناس تقضي أوقاتها، تقضي كثير لأجل أن توصل رسالة المسيح. لازم احنا نعرف شنو ظروف هؤلاء. ربي يبارككم أخ كريم، آسف على الإطالة. شكرا جزيلا أخوي حسين، وأهلا وسهلا بالأحباء اللي موجودين معنا. أختي الجديدة السلام ونعم لك، الرب يبارك حياتك. أخوي نجم أهلا وسهلا بك. أخوة وأخوات اللي سلموا علينا، الرب يبارك حياتكم جميعا وسلام ونعم للجميع. كبس إخواني وأخواتي رجاء تكبيس ومشاركة الحلقة مع الآخرين، هذا مهم جدا جدا جدا. التكبيس إخواني احنا 20,000، أعتقد لو 10 دقائق كبسنا كلنا مع بعض عددنا حلو، يعني 10 دقائق، بس 10 دقائق نكبس تقريبا الحلقة وصلت 60-70,000، بس 10 دقائق. لأني أنا بعرف بالتيك توك، يعني من زمان على التيك توك بعرف هاي التفاصيل يعني. فكبسوا رجاء، خلينا نكبس يد واحدة. هي في مهارات ممكن تكون مخفية عند الإنسان مش مكتشفة، وأخوي السيد نمر راح يكلمني في هذا الموضوع. هذه المهارات أنت لازم تعطي وقت للرب لكي الرب يستخدم هذه المهارات. يعني شوف، أول ما جيت لهذا البلد، أنا ما بتكلم عن نفسي كنموذج، أنا بعطيكم أمثلة، والأمثلة هي موجودة في كل كلكم فيكم هذه الأمور، بس هي ممكن تقول اجت بالطريقة اللي أنا ما بعرفها كيف اجت. بس لا يوجد صدفة بالإيمان المسيحي. الرب يقول كل شيء مرتب، كل شيء له وقت، كل أمور مرتبة في سلطان الله، كل الترتيبات إلهية، بس احنا ما نعرفها. احنا بشر محدودين، نعرف أمور بسيطة عن حياتنا، ما بنعرف الأمور. لما جيت بهذا البلد اللي أنا بيه تقريبا الشهر الأول بالبيت، الشهر الثاني زهقت، أنا ما بعرف لغة يعني، ولسه جاي جديد، وحتى ما بيشغلوني أصلا، نص الأوراق مش موجودة. طيب شهر كامل بالبيت قاعد، يعني كل اللي عمله اطلع بالباب اقعد لي 3 دقائق وارجع، لا سياره لا بايسيكل لا اي شيء، يعني ما بقدر اتحرك يعني. اطلع 3 دقائق بالباب باب البيت وارجع للبيت وللكمبيوتر، وتعبت يعني اروح انام. شهر كامل، شهر ثاني بروح كنيسه طبعا يوم الاحد، يعني بروح كنيسه. فسالت بالكنيسه قلت لهم ما في شيء يعني بس يكون لهيني اي شيء يا جماعه يعني، بس التهي بي يعني. قالوا لي في مؤسسة فوق من بيتكم، وهذه المؤسسة هي مش دينية ولا حاجة يعني، هي من الحكومة يعني حكومية. هذه مؤسسة تعطي، توزع على الناس اللي جايين جدد، النيو كامر يسمونهم، تعطيهم بعض الملابس وبعض الهاي وفلان، وفيها أمور خدمات كثيرة، روح قدم بها ولنتير يسمونها. ولنتير شو هو؟ قالوا خدمة مجانية. طبعا تخدم مجانا، بس خلوني شوية أشتغل يعني عشان نشوف الموضوع كيف ماشي، تعرف على ناس لغاية حد يسلم علي يعني. طب انا ما اعرف لغه، مش ممكن. قالوا ممكن يكثر ناس مهاجرين يجون هنا، فما تحتاج لغه، ممكن لغتك الفارسيه او العربيه تكون يعني رائع ما دام تتكلم لغتين، حلو يقبلونك. فاعطوني ورقه وقالوا لي هذا غريبه منك يعني، تتمشى 7-8 دقائق على رجليك يعني. رحت يوم من الايام قلت لهم ولنتير، قالوا بكره الساعه بالستة العصر تجي، من 6 العصر للثمانية عندنا شغل. طب ما اعرف شغل انا شو. سألت واحد عربي هناك أجيب معي شيء، قال لي لا أجيب معك شيء، كل شيء موجود بس تعال. قلت له أوكي تجي 100%، اكتب اسمك. قلت له والله اكتب اسمي أخوي. كتب اسمي، رحت بالأخير يعني لقيت حاطين ملابس كثير جدا، جاكيتات وبطرون كلها مستعمل يعني. شو هذه؟ قالوا هذه ندخل الناس اللي صافين على السري، في ناس كثير صافوا الباب يعني ماخذين سري طابور يعني، فموزعين أوراق حسب الظاهر وعاملين شغل يعني. ندخل الناس 10-10 والراغب الموضوع، وكل واحد يدخل ياخذ له من كل سري حاجه واحده، تيشيرت واحد، بطرون واحد، وقزمه واحد، واحد واحد بس ياخذون ويطلعون من الباب الثاني، وانت تخلينا بالك منهم يعني فلان. قلت له اوكي يعني انا هاي شغلتي يعني. والشغل الثاني واحد يسطر الملابس، واحد ما بيعرف يعمل، واحد يمشي معه. فانا اعطوني هاي المهمه اني مثلا بهذا الطابور الواقد اللي تاخذ وحده واحده بس، اوصيهم انا ما مش مراقب ولا حاجه، اوصيهم اقول وحده واحده. قال لي تفضل، لو اعرف لغتي اقول له بالعربي، ما اعرف لغتي اقول له بالعربي، اعرف اعرف ما اعرف خلاص بقول اللي اعرفه يعني. تخيل اول يوم رحت تعرفت على عائله افغانيه هناك جايين ما بعرفهم، وتكلمت معاه قال لي ما اعرف عربي. قلت له ايش تعرف؟ قال لي انا افغاني. قلت له تعرف فارسي؟ قال قلت له ما ادري، الافغانيين يتكلمون لغه فارسيه. وضحت له فلان وقال لي اوكي وشكرا. انت جيت؟ وقال صار 4 ايام جاي نحن. قلت له 4 ايام؟ قال لا، صار شهرين. نعم. قال كمان جديد؟ قلت له جديد، اعطيني رقمك، اعطاني رقمه. قلت
تواصلت معه من بعد ما راح تواصلت معه شكرني هو كثير يعني ساعدتني وفلان. قلت له لا انا بعمل خدمات هنا وخدمات هاي الحكومه مش لي يعني. ما ساعدتك ولا حاجه وهي وظيفتي وفلان. انت مسلم ولا مسيحي؟ قال مسلم. زوجتك مش محجبه؟ قال زوجتي مش محجبه لان نزعت الحجاب بالمطار اول ما جينا. قلت له ليش؟ قال بابا ارتاح انا من الحجاب والاسلام وفلان. قلت له طيب ليش تقول مسلم ما دامك مرتاح من الاسلام؟ قال لي طيب اعمل ايه يعني؟ هو انا مولود مسلم في عائله مسلمه. صلي؟ قال لا من زمان. صوم؟ قال لا من زمان، ترك الصوم والصلاه. يعني كان جاهز، الرب اداني الشخص جاهز. ما تعبت معاه ابدا، دعيت المسيح للكنيسه واجى للكنيسه وقعدنا بالكنيسه في غرفه صاله يعني صاله الضيافه وتكلمت معاه وشرحت له وبلغتنا يعني شرحت له وقال لي امين تؤمن؟ قال ايوه. متى؟ قال دلوقتي. صلى من اجل الكنيسه وامن وهذه الخدمه بدات. بدأت أتعرف على ناس يعني كل يوم، مش كل يوم يا الخدمات، كل شهرين ثلاثة مرة يعني هاي الولد كذي يعني، بس كل فترة فترة كل فترة فترة بروح بعرف عائلة. مش كل شرط الناس كلها تقبل، لا في ناس ترفض، في ناس مش عايز تتكلم معها، في ناس ما تعطى رغامها هي مش بالعافية، بس في ناس كمان متجاوبين. فالرب فتح باب جديد وخلاني ملتهي بهذا الباب لفترة طويلة وما زلت معه موجود معه موجود خدمات تانية. فهاي المواهب أنا مش ممكن مكتشفها ولا بعرفها فين وكيف. ففينا مواهب إخواني وأخواتي لازم نسلم لقيادة الله لكي يستخدم هذه المواهب اللي موجودة فينا لكي نوصل كلمة الإنجيل وكلمة الرب يسوع المسيح. الرب يبارك حياتكم. كبس إخواني، كبسوا عيني حبايبي. ها ها أيتكم ويتكم معنا بالتكبيس، متأخرين جدا صدقوني يعني البث ممكن يطير بأي لحظة. كبس إخواني وشاركوا الحلقة مع الآخرين. خلونا أيضا نأخذ فترة شوي بالتكبيس. أخوي سيدنا مرحبا، يتفضل مايك معك. أمين 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 يا أخونا الحبيب كريم. زي ما سمعنا الكلام النعمة من أخونا كريم إن 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 الإنسان المؤمن على قلبه إن هو يكون إيجابي وثق تماما، مش إنك أنت اللي بتجيب النفوس، لا الرب هو اللي بيحطهم أمامك، أو الرب هو اللي بيبقى ليه ترتيب فائق للطبيعة عشان يخلي الناس تتقابل معاه هو. فأنت الوسيلة وأنت لازم القناة اللي هو الوسيلة اللي هو إحنا في المواهب الروحية لازم إن إحنا نختفي. يعني لو أنا مثلا ربنا أعطيني إن أنا أكون متكلم أو أكون واعظ أو أكون مثلا مرنم أو أتعرف كتير أو من الناس، لازم إني أنا أختفي. كل خادم بيخدم الرب والرب بيدي لك موهبة، لابد إن أنت تختفي في الرب. لازم تكون مختفي في الرب، لأن الرب قال كده إن لم تقع حبة الحنطة وتموت فإنها تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي ملهاش أي لازم، هيبقى شكلك زي شكل أهل العالم بالضبط. يعني مش هتكون مؤثر، مش هتكون مؤثر. المسحة اللي فيك نتيجة أمانتك، نتيجة ان انت ما بتحزنش روح الله القدوس وطافي روح الله القدوس، لكن انت دائما بتسلم دائما للموت لتظهر حياة الرب يسوع المسيح في جسدك المائت، وانت بتموت عن العالم وبتحيا لله في الروح وهدفك تمجيد الرب يسوع المسيح. ثق ان النصرة والثمر ينجحوا خدمتك، لانك انت على قلبك انك انت تخدم الرب بتطلب ملكوته وبره. وبالنسبه لاحتياجاتك الشخصيه انت بتبقى متاكد وانت ايمانك مرتفع ان الرب هو اللي بيسددها. عشان تملكها بدون ما تكون ممسوحة من الرب، مفيش مسحة على حياته. التلاميذ الناس اللي هم الفريسيين بعتوا ناس يقبضوا على الرب المسيح وهو بيتكلم كلام النعمة، رجعوا من غير ما يقبضوا عليه. قالوا ليه انتم ما قبضتوش عليه؟ قالوا لأنه كان يتكلم بسلطان وليس كالكتبة. المسيح الممسوح عليه المسحة، فهو أمام سلطانه وأمام كلامه اللي يأسر القلب ويدوب القلب ويجذب قلب الإنسان ناحية ملكوت السماوات وناحية حياة الطهارة والقداسة،
منع الناس دول ان هم يقبضوا عليه، شافوه ان هو شخص مختلف تماما تماما. يعني كمان المسحه بتدي حمايه في الخدمه، وده كان ظهر في حياه الرب يسوع المسيح، ورجعوا من غير ما يقبضوا عليه، وفي نفس الوقت اصبح عنده تمييز تمييز. فالمسحه لما بتكون في حياتي بتجعل كمان ان ثمار روح الله القدوس بتظهر في حياتي، المحبه، الفرح، السلام، طول الاناه، الوداعه، اللطف، التعفف، الصلاح، بلاحظ نفسي والتعليم، ولو وقعت في اي خطا هتلاقي نفسي بجري على ابويا السماوي عشان اتطهر في دم ابن يسوع. فموضوع المواهب ده اخواتنا الغاليين لا قيمه له لو انا حياتي ما فيهاش صلب للجسد وموت عن العالم، وان هدفي اني انا امجد سيدي اللي احسن الي من كل قلبي، واني انا اعيش له بجد. وامام رغبات العالم وشهوات العالم انكرها، امام الغرور انكره، امام محبه المال ارفضه، احيا للي اشتراني ولا احيا لنفسي. بالطريقه دي الرب هيفتح امامك ابواب وافاق من المجد المعد ليك من قبله، عشان هو اللي يتمجد وهو اللي يظهر. انت مجرد قناة، انت مجرد اناء، لكن هذا الاناء ان لم يكن يحمل النور، اي شخص المسيح العظيم بداخله، فلا قيمة لهذا الاناء، فلا قيمة لهذا الاناء اخونا كريم. فموضوع المسحة مع المواهب الروحية ده ضرورية جدا، والرب يسوع المسيح قال كده: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. كمان بنجد إن بيقول الرب المجد يسوع المسيح: أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ فسد الملح يعني روح الله القدوس حزبان، روح الله القدوس مطفي في الإنسان المؤمن. طب هل ده يكون مؤثر؟ لا يكون مؤثر لا كالنور ولا كالملح ولا يكون رائحة المسيح الذكي. فالرب يحفظنا ويعيننا ولو انت عايز تخدم خدمتك تبقى مؤثرة، لاحظ نفسك والتعليم، وهل انت خاضع لروح الله القدوس هو اللي قايد حياتك وقايد خدمتك وبتقدم مشيئة الله؟ حياتك خالية من الطمع ومن محبة المال ومن تعظم المعيشة وهدفك ان انت تخدم، ولا انت داخل تخدم بالمواهب دي علشان عايز تخدم طائفتك، عايز تخدم جيبك، عايز تخدم مركزك، تاخد من الخدمة والمواهب مركز أو صيت أو غنى مادي أو شهرة زي بقية رجال الدين في جميع مراكزهم؟ لا، المسيحية مش كده. سيدنا يسوع المسيح قال: لم أأتي لأخدم بل لأخدم والأبذل نفسي فدية عن كثيرين. وينبغي أنه كما سلك ذاك نسلك نحن أيضا. لازم يكون عندنا هدف، فمش اني انا عندي موهبه افرح بيها لكن انا عايز اخدم بها نفسي، عايز اخدم بها ذاتي، ما يصيرش يا اخواتنا الغالين، ما ينفعش ابدا ابدا. امين. امين اخويا، شكرا جزيلا. نسمع البرنس عامر. حبيبي كريم، هاي الحسين العراقي. اهلا وسهلا بك اخويا. سلام عليكم. اسمعني الحسين العراقي؟ نعم اسمعك اخويا. فاضل عواد، تعرف شو يقول لك حسين؟ اسمحوا لي. تفضل. طبعا احنا كريم، احنا العراق اصلنا سومريين، صح حسين؟ صحيح. انت على قناه تلفزيونيه اخويا، هذا مو بس مجرد برنامج تيك توك، احنا على التلفزيون موجودين. نعم نعم. بالنسبه لسيد النمر، سيد النمر انا كلش احبه وجدا احترمه السيد النمر، بس شويه عصبي السيد النمر. نورتنا اخوي، ولا يهمك، انا وسهلا بك. بالنسبه يعني الاخونا حسين العراقي، شفنا المناظره مالته، دعس هذا الشخص اللي اسمه اسد، دعس دعس من ناحيه الكتاب المقدس وحتى من ناحيه القران. يعني فهمت شلون؟ أنا وايد سألوني كريم، قالوا لي ليش باعتبار أني على قناة هوائية، قالوا لي ليش تركت القرآن الكريم؟ تركته ليش؟ لأن القرآن الكريم عبارة عن خرافات. القرآن يقول: إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو
لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا القرآن يهين المرأة. القرآن الكريم يقول لك إذا دخلت بيوتا فسلموا على أنفسكم يا كريم. يعني أنا طب البيت أقول شلونك برنس؟ لازم تسلم على نفسك. إيه اي يعني هاي طيب من امتى عملت بالمسيح اخ برنس؟ ما دام اخترقت الاسلام انت مؤمن بالمسيح انا بعرف، بس من امتى عملت؟ عملت بشنو؟ من امتى عملت بالمسيح؟ انا ملحد مو ملحد. بشوفك تقول سلام المسيح دائما. اوكي حبيبي طبعا انا المسيحيين اصدقائي. اوكي تواصل معنا، تواصل مع غنى الاراميه، نريد نقدم لك رساله المسيح بطريقه مختلفه عن اللي سمعته. أكيد أستاذ كريم، المسيحيين ما أدوني بالعراق عن المسيحيين. مو على هي، ما نتكلم على ذي، نتكلم عن الرسالة السماوية مهمة جدا تسمعها أخوي البرنس. تواصل معي على الخاص، تواصل مع غلط العالمية في الخاص. أخوي كريم أنا أختصر لك إياها الثانية. المسيحيين كلش كافي يقولون نحن ندعي إلى المحبة والسلام، هذا كلش كافي عندي. فهمت شلون حسين؟ نعم أحسنت. إيه يعني مو قتال وحرب وكذا، أما هاي الأمور الباقية سهلة يعني. أتواصل وياك وهاي. أوكي أهلا وسهلا، شكرا جزيلا مشاركتك معنا أخوي. حلقتنا اليوم عن المواهب. لما نوصل رسالة الرب للآخرين كيف نستخدم المهارات، وما هي المهارات اللي موجودة للأشخاص اللي يوصلون رسالة الرب للآخرين. أعتقد في عندك مداخلات. نعم هذه رسالتنا. أختي جديداية معنا ودكتور باسم. أختي جديداية بالأول خلينا نسمعها وبعدها نرجع دكتور باسم. سلام عليكم. خلوا دكتور باسم الأول اللي كان يريد. لا روحي أنت أختي جديداية، رحتي أنت أول. يلا بعد جيتي على الخط فضلي. أنا بس عايز أقول إن مواهب الروح القدس عشان تكتسبها أنت كمسيحي يجب أن تمتلئ من الروح الأول، يجب أن تحيا حياة روحية مع الله، يجب أن تحيا حياة قداسة، لأن عمر ما الروح القدس يملى الإنسان غير لما يكون هو في المسيح واخد طبع المسيح. فأنت يجب أن تحيا حياة قداسة، يجب أن يكون قلبك نقي ويديك طاهرتين وتعيش مع الله فعلا حياة وتمتلئ بالروح. من هنا تبتدي مواهب الروح القدس، ان تلاقي نفسك حتى لو انت طفل، حتى لو انت عيل صغير تلاقي عندك مواهب الروح القدس. انا كنت صغيرة في السن جدا لما امي كانت تقرا لي الكتاب المقدس، كنت افسر لها اللي مكتوب في الكتاب المقدس، وكنا احنا ندرس يعني نقرا الاصحاح وبعد كده نروح دراسة الكتاب. أبونا يقول لنا نفس الكلام اللي أنا كنت بقوله لماما، فماما كانت تستغرب أنت إزاي بتقولي نفس الكلام اللي أبونا قاله. فقلت لها عشان هو روح واحد، روح القدس هو روح واحد. فحتى من وانت سن صغير أنت تقدر أن أنت تمتلئ بالروح، ويبقى عندك preaching gifts، ويبقى عندك يعني أنا في ثانوية عامة وفي أولى جامعة وفي سن صغير عمدنا 19 واحد، انا بس بنت واحده، لدرجه مثلا ان ابونا قال في ايه يعني اشمعنى البنت دي فيها ايه يعني في ايه بتعمل ايه. فطبعا كانوا كل يستغرب معني كان سني صغير ليه، مش عشاني انا كويسه وانا حلوه وانا جميله وانا واحده لا، عشان روح القدس هو اللي كان يعمل. فالروح القدس يأتي بثمر لما يعمل بدخل، ما انت تبقى فاسل للروح القدس وتبقى فاسل نظيف نقي، نقي نفسك لأجل إلهك يعمل الله من دخلك، وانت يبقى عند تطلب من الله هذا، ويبقى دي شهوة قلبك، والروح القدس بيخليه شهوة قلبك ان انت خلاص النفوس. فده شيء مهم جدا ان الناس تفهمه، لان ممكن واحد يقول لك انا ليه ما عنديش مواهب روحية، عشان انت يجب ان تحيا بالروح، يجب أن تكون في بؤرة الروح القدس، يجب أن تسلك بطهارة ونقاوة يدين. شكرا جزيلا أخي الجديداية، وأشكرك من أجل هذه المداخلة. أخواني وأخواتي التكبيس رجعنا مشاركة، إحنا تكبيسنا قليل جدا أخواني وأخواتي، رجعنا شوي بس أهم وديكم معنا. أهلا وسهلا بك دكتور باسم، مرحب بك في هذه الحلقة نورتنا. أهلا وسهلا بك أخوي المبارك الكريم سيد النمر، وأختنا المباركة جديداية والمشاهدين جميعا.
شكرا مرحبا. أنا سعيد جدا أن أكون معكم لمدة 5 دقائق لا أكثر. اليوم دكتور باسم بما أن وقتك ضيق، إحنا في بداية هذا الماراثون، هي أول حلقة من هذا الماراثون، الماراثون الثاني لعام 2024، المواهب للملكوت. عنوان حلقتنا استخدام مهاراتك لتقديم الإنجيل والمهام. أنا أعرف أن الرب وضع على قلبك أنك توصل الإنجيل إلى الدول في نافذة 10/40 اللي هي تخص آسيا وشرق وجنوبا، يعني كيف نوصل الإنجيل؟ ما هي طريقة إيصال الإنجيل؟ وكم يكلفنا كقناة أرامية نوصل هذا الإنجيل إلى الأخوة الآخرين؟ وكيف يوصل، ورقي كتابي؟ يعني أريد أشرح لنا هذه الفكرة. أنا أشكرك أخوي مبارك كريم. بصراحة قبل ما أجاوب على هذا السؤال، سؤالك هذا بسيط مو صعب علي أجاوبه، لكن أنا تابعتكم من البداية أول ربع ساعة أو أول ثلث ساعة، وعجبني كلامكم ثلاثتكم، لكن أريد أضيف أيضا نقطة أخرى، أنه أنا شخصيا أنا قبلت المسيح وبدأت أقرأ الكتاب المقدس، بدأت أقرأ أول مرة كنت في بريطانيا، أوكي؟ في بريطانيا، بس أحزر من اللي ينطاني، أنا عراقي من دولة عربية مولود في العراق، اللي ينطاني الإنجيل باللغة العربية كان واحد من نيجيري أوكي؟ اسمه بانجو، أوكي؟ كان يدرس وياي دكتوراه بنفس القسم بنفس البناء،
آية نفس هذا اللي بدون دعم الآخرين والخد جدد داية وال هسه قولي ليش؟ لأنه اكتشفنا طريقة أخرى، وهذه الطريقة يعني عابرة خلينا نقول الحدود، أنه يعني مهما يحاولون الحكام أو يحاولون رجال الأديان الأخرى، يعني إحنا ما نتكلم فقط الإسلام، إسلام، بوذا، شيوعية، هندوسية، روح بها كلها. يا دكتور باسم، بس توضيح النافذة 10/40 الدول الكبار المعروفة بها، ممكن نذكر اسم دولتين ثلاث؟ الدول الكبيرة يعني طبعاً الهند والصين. هاي أولا، لكن أيضا الآن أكو دولتين أخريتين ضميناهم إلى الخطة مالتنا، واللي إحنا صرنا 20 سنة أبدا ما يعني ما متعاملين معهم، لا بالويب سايت، لا بالقناة، لا بالسوشيال ميديا، nothing. وهذني الدولتين خليناهم لأنه سهلة، هسه صارت عملية سهلة، راح أقول لك شلون سهلة. بس هذني الدولتين الأولى إندونيسيا والثانية ماليزيا. إندونيسيا خاصة بها 276 مليون نسمة، alright، وعدد هذا هائل، okay، يعني الشرق الأوسط كله تقريبا ما يطلع 200 و300 مليون نسمة. المهم الآن ضمينا هذه، ليش؟ لأنه الطريقة أسهل الآن، لكن الطريقة طبعا أنا مدى أقول أنه نوصلها بالكتاب يعني ورقي، كتاب مقدس ورقي، no. ويا ريت المخرج يطلع لنا السلايد مال ديجيتال اللي الملون السلايد، شكرا. لكن كبرنا الشاشة، يا ريت كبرنا الشاشة كمان. يا ريت لو تكبرون الشاشة على مود الكلام يصير واضح. So التوصيل الآن it is ولو مدى يطلع القسم العلوي للكذا راح أقرأها مقطوم يعني من فوق، اسمه مكتوب فوق launching new، it's بالحقيقة مكتوب digital bible distribution. وبالحقيقة حتى يا ريت لو المخرج يحسن الصورة بليز يطلعها كلها بطريقة أخرى أرجوكم. Digital Bible Distribution يعني توزيع الكتاب المقدس الرقمي، أو توزيع الكتاب المقدس بطريقة تكنولوجيا وليس بطريقة الورقة، أوكي، وتصفح الأوراق. وهذه الطريقة it's not فقط الكتاب المقدس، لكن أيضا بها تلمذة it's called library، يعني هي مكتبة. Okay. وهذه بالأكثر بالأخص المن يعني تمام. احنا ما دنقول كل 3 مليارات، no. احنا دنقول على الأقل اكو let's say 500 مليون موجودين بهذه الدول، وكثيرين من عندهم يعني يريدون يتعرفون على المسيح، أو قسم من عندهم مسيحيين إما بالاسم أو مسيحيين يعني باردين، بس هذولا إحنا نريد نوصلها إلهم. هاي أولا. ثانيا بصراحة هسه بدأ المشروع جديد، يعني ما صرنا شهرين، اليوم اشترينا ويب سايت، أوكي، أدومين جديد اللي هو بالحقيقة جوا راح تقدر تقرأ نصه، اللي هو مكتوب biblesbibleswithoutbarriers.com، مكتومة I don't know why لسوء الحظ أنه لا من فوق موجود العنوان الرئيسي ولا من جوا، بس المهم مشاكلها مع الصور. المهم الويب سايت يعني اشتريناها اليوم، يعني خلال يوم أو يومين راح اي واحد يقدر يزور. هناك لما تروح على يعني www.biblesbibleswithoutbarriers.com
barriers.com راح هناك تقرا كل البروجكتس كل المشروع اللي جاي يتكلم عنه. يعني مثلا شنو هي الاجهزه، اكو جهاز مثلا اللي هو يسمونه SD card اللي هو مثل يعني فت كارد صغير بهالقدودة، اوكي تخليه بالاندرويد او بالايباد سوري باللابتوب او بالتلفزيون، هذا تخليه وتبدي يعني تبدي تسمع يعني هي سمع وليس مشاهده. الجهاز الثاني يا ريت له الان المخرج يطلعنا الاجهزه، شكرا. هذا الجهاز هذا يشتغل على الطاقه الشمسيه، هذا مخصص اسمع هذا مخصص للدول خاصة القرى والأرياف، مخصص للدول طبعا الممنوعة أو الناس اللي ما يعرفون قراءة الكتابة وبلغاتهم، ها مخصص هذا أولا يعني يشتغل على الطاقة الشمسية ما تحتاج كهرباء، ثانيا ما تحتاج إنترنت، أوكي سو لا كهرباء ولا إنترنت، وهذا حتى مثلا خلينا نقول راعي وده يرعي غنم، اوكي هذا ياخذ ويسمع هو مثل MP3 player، so it is MP3 player بالحقيقه. هذا هذول الاثنين هذول صغار SD cards تدخلهم بالاندرويد او يعني كل الاندرويد ديفايسز او لابتوب وكذا. And these طبعا يعني اكو طريقه سريه لتوصيلها هذه الامور لهم زين وناجحه وامينه 100%. ومثلا خلينا نقول وبلاش طبعا احنا راح نطيح بس هذه فلوس اللي هو مهم جدا الان كله يدور في بالنا هذا السؤال، كم يكلف هذا لكي نبعث للاخرين؟ يعني كم العدد المحتاجين وكل نسخة كم تكلف؟ هي نسخة نسختين يعني شلون؟ بس اشرحني على الفكرة. يس خليني أعلي الصوت من يمي. أوكي شوف إذا تشوف هذول الاثنين اللي الجوة هو بستين فلس أمريكي، أوكي اللي فوق سكسي سنتز، الثاني الفوق دولارين و75 دولار 75 الفلس، أوكي هذولني رخاص وهذا بلايبراري كاملة، أوكي ناو هذول ما يشتغل على السولر، وإنما هذا لازم لو يكون عندك أندرويد أو تابلت أو لابتوب أو تلفزيون تقدر تدخل به هذه الكارتات صغيرة، أوكي ناو خلينا نشوف السلايد الثاني اللي شوية كبير وثقيل، المخرج يطلع لنا السلايد الثاني ذاك ذولاك أغلى، أوكي these are أوكي هذولا لا هذولا غاليات وشوية ثقيل يعني مثل السلفون خلنا نقول، so الفوق $12 طبعاً لا هذا $12 إذا تشتري 10,000 قطعة، لكن هو $13 إذا تشتري واحد، اللي بالوسط $20 إذا تشتري 10,000 واحد، وب $22 اذا تشتري واحد سجل. هذا اللي ما بدي اشوف السعر مالته، اوكي ناو اوف كورس هذول منو يدفع؟ احنا ما عندنا احنا صفر على الشمال. هذه هي الحمله اللي راح نسويها الان، بدينا يعني مثلا بمناسبه عيد الشكر، بمناسبه ال عفوا لأنه عندي موعد الأخ. يعني الآن أنا بس أقطع كلام علشان أخذ هاي النبذة وأتوجه بها للمشاهدين، يعني الآن إذا مشاهد الرب لمس غلبة ويريد يدعم غلاة الآرامية $100 كم كتاب يقدر يوصل هاي $100؟ كم كتاب تقدر توصل؟ تعتمد على يا جهاز، أوكي إذا مثلا $100 إذا مثلا على هذولا يعني الرخيص الواحد خلينا نقول $10 يعني معناته جهاز، انت تقول لا تقول كتاب جهاز، اوكي اذا الدولار اذا كل واحد من عندهم ب10 يعني 10 عوائل،
10 دول. أما ذاك الأخ الجوة اللي هو SD كارد نو ذاك يعني إذا خلينا نقول أبو النص دولار طبعا 200 عائلة. لكن لا تنسى أكو شغلة أخرى أخ كريم، يعني العائلة أول نقطة أنا أريد أحكي أقول معلومات ضرورية هاي تسمعها أنه لا تسي مثلا عائلة مسيحية أو شبه مسيحية أو يعجبهم يتعلمون عن المسيح، وطبعا مئات الملايين إذا بالهند أو بالصين أو باكستان كلهم يردون، كلهم دا يحاولون أنه يعرفون يتعرفون على الإله الحقيقي، يعرفون كل الزين أنه إلههم صنم، هذا مو إله، بط أكو رعب وأكو خوف، فما أكو واحد أنه ما يريد يدور على من هو الإله الحقيقي. So let's say عائلة مثلا تعرفت وكذا وقبلت الرب أوكي، أوتوماتيكيا هاي العائلة راح تطيب بلاش هذا الجهاز إلى جيرانها اللي تؤمن بها، يعني أمينين أنه ما يشتكون عليهم، وهكذا مثل حبة خردل. أخويا بولي تواصل مع القناة أخويا، وبسائل القناة أو رقم القناة يطلع على الشاشة، تواصل مع القناة واستفسر هذه الاستفسارات والقناة راح يجاوبونك على كل هذه التساؤلات. مو بس هذه، يعني أنا خليني أنصح الأخ بول أنه حاليا إذا يكتب يمه أوكي الويب سايت، وبالحقيقة لا أنا ما أريد هذه السلايدات يا أخوان بالكنترول روم، أنا أريد السلايدات اللي جاي نتكلم عنها رجال أوكي. المهم يعني إذا مو باكر عقب باكر الويب سايت راح تكمل، وكل هذه المعلومات زائدا أطنان أخرى من المعلومات. طبعا اللغات مثلا أكو قسم منها نشتري 5 لغات في جهاز واحد، يعني منزلة 5 لغات في جهاز واحد. على سبيل المثال إذا خلينا نقول الهند أو باكستان أو أفغانستان أوكي، أكو 5 لغات هو يختار اللغة اللي يعجبه، وهكذا إذا نقول إندونيسيا أو whatever الصين إلى آخره. تفضل أخ كريم. بس أنا أريد قبل ما تخلص أخ كريم، أنا أريد قبل كل شيء أشجع المشاهدين أيضا اسمح لي أنه أن يدعمون قبل ما يدعمون الآرامية أو يبعثون $100 على موجة نوصل كتاب مقدس تقني أو ديجيتال إلى هذه الدول، أنه أول مرة خل يعتنون بكم أنتم 3 كريم وحسين والسيد النمر. أنا أعرف 3 ظروفكم، معيشتكم، عوائلكم، احتياجاتكم إلى آخره. So العالم ما تعرف بس أنا أعرف، ولهذا أنا بالنسبة لي أنتوا مو بس مشينري، مو بس مرسلين ولا بس تلاميذ المسيح، بس إذا أنتوا ما ندعمكم أوكي إيش قد راح تكون الكارثة والخسارة بالنسبة إلى الكنيسة، كنيسة المسيح في العالم. هذه النقطة الأولى اللي أريد أقولها. كانت نقطة أخرى، طبعا إحنا الآن بالماراثون زين، والماراثون هذا بالمناسبة أخ كريم هذا الماراثون 11، أنت ما قدرت تقرأ صحيح، كل شهر أقعد ماراثون. أما الماراثون القادم هو ماراثون الثاني بالمناسبة. هذا جدول، شكرا للمخرج، هذا الجدول اللي تشوفه اللون الأورنج هذول مال هذا الأسبوع أوكي. كل لون أورنج يعني برتقالي أوكي، هذول برامج الماراثون. أما الملونة الأخرى لا، هذه برامج أسبوعية عادية. سو إذا تحسبها يعني راح تطلع أكثر من 25 مرة. That is إنه وات أرامية جاي تبث يوميا أو سنويا. ربما إذا أكو إذا سلايد آخر وأنا راح أترككم، بس المهم تخلون ببالكم أنه قريبا جدا يعني خلال يوم أو يومين أو كلش 3 أيام Bibles بالإس يعني مجموعة Bibles without barriers.com أوكي. بالمناسبة
احنا اكو عندنا بايبلز كثيره حتى في مصر حتى في العراق، ما اعتقد اكو ذيك الا مثلا كربلاء والنجف وبصره والمقنط، بس هذني الدول اللي جاي اتكلم عنهم حتى صفحه واحده من الكتاب المقدس ما عنده، ولا يعرف ولا واحد بالكره الارضيه مسيحي حتى يتكلم وياه يساله، مقطوعين مقطوعين. اوكي سو لهذا انا بهالمناسبه اطلب من عندكم انه تقدمون هدايا الثانكس جيفينج مالتكم اولا الى ذول الثلاثه الابطال، بعدين الى الاراميه اذا تريد للاراميه حتى تستمر وتوقف على رجليها، اوكي، او اذا تريد لا تقول انا ما اريد ابعث للعرمي، انا اريد ابعث انه تبعثون هذه الكتب المقدسه التقنيه او الرقميه، يعني خلينا نقول مثل السلفون وديجيتال هذه، الى وانت تختار اللغه، يعني اكو عندنا 12 او 13 لغه، انت تختار اللغه واحنا نرسل تلك اللغه، اوكي، which is تلك الدوله، اوكي. سو ترقبوا قريبا. بس أقول آخر شيء أخوان، حتى بس تعرفون أنه وين الآرامية الآن، شنو موقعها من الإعراب ماديا. اسمع راح أقول لك بس هالرقم وحتى أنت تصلي، أوكي. أكو income وأكو expenses، يعني أكو دخل شهري وأكو مصاريف شهرية، والحمد لله والشكر إحنا مصاريفنا يعني بين 35 إلى 40، بس لأنه هسه Thanksgiving وكذا ونرسل هدايا للعالم، أوكي، اليوم أو لحد الآن مال هذا الشهر اللي هو November، أوكي، شهر 11، الإكسبنسز أو المصاريف لحد الآن 40,874 دولار، أما الإنكم لحد الآن لهذا الشهر مال نوفمبر هو 11,744. Again 11,704. ده شوف إيش قد الفرق. So المصروف اللي عندنا أو المبالغ اللي عندنا okay جاي تصير رقيقة أكثر وأكثر وأكثر، وكل شهر جاي نقول هذا الكلام، ووصلنا إلى فد حالة صعبة كلش. أخيرا أيضا اسمح لي أخ كريم، إذا هذني راح يروحون 90% مع هال ديجيتال بايبل وين؟ إلى القرى والأرياف. أجل إلى القرى والأرياف. بس اسمع الخبر، في الهند عددهم 1,014,000، والصين أيضا 1,014,000، الهند بهم 1,000,000 كامل من كلهم من أهالي القرى والأرياف، والأربعمائة مليون بالمدن. أما بالصين لا، 75 من 76 إلى 75 سنة 75 سوري 750 مليون من عندهم هم في القرى والأرياف، والخمسمية الباقية 500 مليون في المدن الكبيرة. سو الزخم لتوزيع هذه الأجهزة راح تكون وين؟ إلى القرى والأرياف. وأكو كم واحد حتى أمين تسلم بيده وهو يوزع هناك. ثانيا اللي يتبرع، احنا طبعا لما احنا نعطي الفلوس إلى الجهة المعنية راح يعطونا الوصل، واحنا راح نستنسخ الوصل وندزه، ومع الشكر طبعا اوكي لكل واحد تبرع اذا ب $50 او $100. سو القضيه امينه، قضيه راح توصل، وقلت لكم انه معظمهم ما عندهم صفحه واحده من الكتاب المقدس، صفحه واحده. سو تخيل انه ايش قد مظلومين واحنا نبربع وجماله
يعني اكو قسم اللي عندهم الفرص ده يحجون عليكم لانه انتم جاي تبشرون. I'm sorry, I feel sorry for you. الرب يبارككم وان شاء الله الرب يفتحها بوجوهكم وبجهده. شكرا جزيلا دكتور باسم. كما اشرحوا اخواني واخواتي في ناس محتاجين للانجيل وهم بر الغرى والارياف في الصين وفي الهند واعدادهم كبيره جدا. هذول الناس ممكن يكون ما عندهم كهرباء، ممكن يكون ما عندهم انترنت، وضعهم تعبان جدا. الله وضع طريقه من خلال التكنولوجيا، الله وضع طريقه في قناه العرميه توصل لهم جهاز صغير، هذا الجهاز بباكيج كامل من الكتاب المقدس، من التعليم، من الوعظ، من الترنيم، يعني باكيج كامل لتلمذتهم، وحتى بصلاة خلاصية أعتقد لكي يكونون مسيحيين ويسلمون حياتهم للمسيح. It's library. يعني مكتبة كبيرة، مكتبة كاملة على الجهاز، وهذا الجهاز كتروني بالصوت، يستطيعون يحلوا سماعات ويسمعونه بالرياف والغرى، وهم أعدادهم كبيرة جدا جدا جدا. فرجاء خلونا الموضوع مش صعب، يعني الموضوع بسيط جدا. ما دام الله وضع هذا الباكيج في قناة العرمية وقناة العرمية مستعدة توصل هذه الرسالة، نستطيع في عيد الشكر اليوم نقدم الشكر للرب يسوع المسيح وندعم قناة العرمية، ولو كل واحد أقل شيء من عندنا $100. يعني هذه $100 نبعثها لعشر عوائل، 10 أجهزة راح توصلهم من هذا الجهاز ديجيتال الكامل. في أجهزة أخرى ذات نوع آخر أيضا نتكلم عنها دكتور باسم، بس خلونا بهذه الأجهزة لـ$10. $10 مش كثير إخواني وأخواتي، $10 شيء قليل يعني. فقدم $100 من الآن، حط في حسبة، صلي، اطلب من الرب يسوع المسيح، اشكر الرب في عيد الشكر، وقدم $100 هدية لهؤلاء العوائل لكي توصلهم كلمة الرب يسوع المسيح. وانت ما تعرف، ممكن عائلة آمنة في السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب ويرجع إلى الله، فكان انت تفرح وانا نفرح، والرب رح يباركك من خلال خدمتك. الرب يبارك حياتكم. أخ كريم، آخر جملة راح أحكيها أرجوك، لأنه إحنا ما جاي نطلب $100 أو $500 أو $1,000. خلوني أبسط المعادلة لكم. إحنا على النافذة 10/40، يعني إذا تكتب الرقم 10 يعني 1040. أوكي، تخيل 1040. أوكي، إذا يكون عندنا من الآن يعني 1040 متبرع، وكل واحد تعرف ايش قد إذا يتبرع، مو هي 1040، خلي نقطة بين الصفر بين أربعة، يعني $10.40. إذا كل واحد يتبرع $10.40 من كل هذول 1400 متبرع، إحنا الميزانية مالتنا بعد ما بيها ما راح يكون بها نقص، راح تتساوى، يعني الدخل راح يساوي المصاريف. فهل صعبة $10.40؟ وطبعا هذه الكيو ار اوغات من انا تقدر يعني بالتليفون مالتك، وين التليفون مالتي ما ادري شو وين، الرمز هذا اللي موجود على الشاشه اخواني واخواتي، تقدم الويب سايت، تقدم التليفون اي شيء، افتح الكاميرا وافتح الرمز راح يفتح لك الويب سايت. هذا الويب سايت تستطيع تدخل وتقدم تبرعك وتشكر الرب، وراح يوصل إنجيل إلى ناس ما يعرفون المسيحية بلغتهم، راح يوصل الموضوع مدروس بعناية، ما راح يوصل إنجيل بلغتهم. الناس اللي راح يسلمونهم ناس أمناء نعرفهم يسلمون هذا الإنجيل بأيديهم، دول yes. منعتهم سياسات، منعتهم، ولكن الرب يسوع المسيح فتح هذا الطريق. نحن كمسيحيين أيننا من هذا الطريق؟ رجاء نستخدم هذه الثقرة لكي نوصل الإنجيل، رجاء لا تنخاف في الموضوع. وهذا كله يعتمد على شنو هي حياتنا، سلوكنا، أفكارنا، وخوفنا أو بخلنا، لأنه ما نهتم. يا ريت أنه نتغير. شكرا رب. طيب شكرا جزيلا دكتور باسم، شكرا أخواتي لكم سمعت الرسالة. أيضا أسمع أخويا سيد النمر وتعليق، كمان إضافة على كلام الرائع. يعني شفنا قد إيه أخواتنا الغاليين، قد إيه الدكتور باسم مهتم بخلاص النفوس، وإزاي الناس بتفكر وبتجتهد وبتبذل من عمرها ومن مجهودها ومن وقتها عشان توصل أسمى ما يريد الله إن هو يعطيه للإنسان. الله يريد إن الإنسان يخلص، فاللي بيعطي هو اللي بيتبارك، هو اللي بيتبارك. الرب مش بيبات مديون لحد، يعني
شوف انت لما اكيد انت اختبرت في حياتك كم مرة جربت ان انت تعطي بقلب وبإيمان وقد ايه الرب فتح ليك جوه السماوات وعطاك. فالرب مش هينسى ابدا ابدا تعب محبة كل انسان فعلا عنده قلب لتوصيل اسمى رسالة في الوجود كله، الا وهو اعلان محبة الله للانسان اللي هو المعذب في تحت قيود ابليس وتحت اعمال الظلم. فربنا يبارككم. و يعني الرب قال لما بيقول كده اعطوا تعطوا كيلا ملبدا مهزوزا يعطى في احضنكم. الرب مش بيبات مثيل لاحد، بس في النهايه انت اللي بتتبارك، بتتبارك بربح النفوس وبتتبارك بان خزائنك بتمتلئ من جود الرب، لان الرب شايف اتجاه قلبك انك انت ارادتك ومشيئتك بتتحد مع ارادته ومشيئته. امين. اتفضل حبيبي الغالي الكريم. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا اخويا سيد نمر. اتفضل حبيبي حسين، المايك معك. يعني الصراحة الكريم أنا جدا متفائل في لما أنطيت لي المايك في البداية حكيت من جانب سلبي وأنت شجعتني إنه أتكلم من جانب إيجابي. جدتك الرسالة من الرب، سمعت؟ رسالة من الرب، يعني الرب تكلم على لسانك، والآن الرب يعني فعلا أوصل لي رسالة عن طريق الدكتور باسم. يعني جدا أمر مفرح جدا مهما كان، لكن يد الرب تعمل مهما كانت يد الشيطان تحاول تخرب، لكن يد الرب أقوى إنه تنقذ، توصل رسالة المسيح إلى ناس حياتهم ما سامعين، حياتهم ما فاهمين شيء عن المسيحية وعن الرب يسوع. لكن الرب له كل المجد يمد إيده ويعمل في كل الأزمنة والأوقات لأجل خلاص نفوسهم. فشيء مفرح جدا إنه ناس تتعب وتجتهد لأجل أنه تخاطر بحياته وتخاطر بأمور أكثر لأجل أنه هؤلاء يعرفون الرب. فشيء مفرح جداً أنه نشوف هكذا اهتمام من أولاد الله أن يوصلوا رسالة الرب إلى مناطق مقطوعة، مناطق قرى وأرياف في الهند في الصين. شيء مفرح جداً إخوان وأخوات، يجب أن نتعاون نتشارك في إيصال رسالة المسيح إلى هذه المناطق. هذا واجب علينا انه احنا نساهم فيه بكل ما نستطيع، بدعم مادي، بشراء هذه الأجهزة لكي بلغاتهم ايضا، يعني ما راح يعانون ولا راح يجدون صعوبة، راح يعرفون صوت الله ومحبة الله في حياتهم، في افكارهم راح تتغير. مثل ما قال الدكتور باسم، الكثير منهم بلا دين لكن لما ويبحثون عن الإله الحقيقي، لما راح يسمعون عن الإله الحقيقي مستحيل ما يفكرون، مستحيل ما يجون الطريق الصحيح. فنحن نتعاون في إيصال هذه الرسالة حتى مملكة المسيح تكون مستعدة في الأرض لاستقبال الملك السماوي العريس اللي يجي ويخطب يخطف مملكته إلى وشعبه إلى ملكوته العظيم. ربي يبارك حياتكم، وشكرا في شكرا لكل العمل المقدس اللي تقومون فيه لأجل خلاص النفوس. شكرا جزيلا أخ حسين. أخويا سيد النمر، إحنا معنا 5 دقائق، أعطيني رسالة أخيرة وبعدها نأخذ الإعلانات. أمين. ربنا يباركك أخونا حسين وأخونا الحبيب كريم. طبعا أخواتنا الغاليين، الرب قال جده للمواهب، والإنسان المؤمن اللي بتولد من الله دايما يرفع قلبه ويطلب من الرب ويصلي بلجاجة، يقول له رب اديني المواهب الروحية يا رب، ونمي فيا المواهب الطبيعية، واديني مواهب فوق طبيعية يا رب، اديني ان انا يا رب اساهم في انجاح مشورتك على الارض هنا، في انك انت تخليني فعال في ملكوت السماوات، وتمسحني بالروح القدس وتحط فيا كمان المواهب الفوق طبيعية علشان أقدمك بها بقوة الحق القدس. لما تصلي من قلب الإيمان ثق تماما أن الرب هيستجيب ويستخدمك وتكون بركة لأقاصي الأرض، والرب يثمر من خلالك. حط عينيك على الرب وثبت عينك على الرب وثق تماما بالإيمان أن هو هيديك سؤالك. تفضل أخويا كده. شكرا أخويا سيد النمر، شكرا أخويا حسين، شكرا أخويا دكتور باسم. الحبايب أختي جديداي أشكرك جدا، الحبايب اللي كبسوا واللي شاركوا واللي دعموا البث أيضا أشكركم جدا. نستمر بالتكبيس أخواني وأخواتي، عندي إعلانات، خلونا نوصل البث إلى 70,000، يعني ما وصلنا 100 معلش،
وصلنا تقريبا 60، خلونا بعد 10 اذا نوصل 70، احنا طمعانين في 70 كمان. خلونا كبس اخواني واخواتي نوصل البث الى 70,000 لكي نتكلم على الاعلانات. الاعلانات هي المواهب للملكوت، هذا هو الماراثون، وهذا الماراثون بدا اليوم، واليوم هذه اول حلقه كانت على البث المباشر في التيك توك، في الفيسبوك، وفي تويتر، وفي مواقع تواصل اجتماعي اخرى مثل فيسبوك وكابلات، وايضا حتى كنا موجودين معكم على التي في من خلال الديجيتال او من خلال السمارت تي في، موجودين ايضا في بيوتكم. نشكركم انكم تقبلونا في بيوتكم وتسمعون هذا الكلام اللي نتكلم به من كلام الرب يسوع المسيح. المواهب للملكوت، هذا هو الماراثون، اليوم اول حلقه، والحلقه الثانيه ستكون غدا يوم الثلاثاء. تكلفة التلمذة من أجل تقديم، ما بغير الكتاب بعيد علي، خليني أقول تكلفة التلمذة. هذا البرنامج تكلفة التلمذة، راح يأتيكم هذا البرنامج غدا يوم الثلاثاء. تقديم التضحية من أجل الإيمان، هي أحمر بأحمر صايرة، تقديم التضحية من أجل الإيمان، تكلفة التلمذة، تقديم التضحية من أجل الإيمان. هذا البرنامج يأتيكم غدا الثلاثاء 26 نوفمبر تشرين الثاني 2024 على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. يجب أنكم تحضرون هذا البرنامج، هذا البرنامج أيضا مهم جدا 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 أخوان. البرنامج اللي بعده اللي يكون أعتقد يكون يوم الثلاثاء كمان أو يوم الأربعاء، في برنامج آخر يوم الثلاثاء. هذا البرنامج أيضا يوم الثلاثاء، العبد الذي صار سيدا، يوم الثلاثاء 26 نوفمبر بعد البرنامج الأول. هذا البرنامج أيضا راح يكون على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أخرى. يقدم هذا البرنامج القس نزار شاهين والقس ثابت مجلي على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أخرى. إذا في برنامج آخر ممكن تعطوني أيضا. هذا البرنامج يأتيكم بعد الغد اللي هو يوم الأربعاء. يا ريت تكبروا لي الشاشة لأن ما بشوف، بس شايف كلمة التبشير اللي قبلها ما شايفها. ساعدني أخوي سيد نمر إذا تشوف الكتاب، الكتاب بعيد عليه ما أشوفه. أو تخلون الشاشة مثل الأول أخواني وأخواتي، الشاشة مثل الأول، مثل ما كانت بالأول يكون أفضل تقريبا. هذا البرنامج يوم الأربعاء، الغص فرحان يقدم لكم هذا البرنامج 27 نوفمبر تشرين الثاني على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. إذا كانت كتابة بيضة بشوفها براحة، بس الكتابة هاي أحمر بأحمر مسوينها ما شاء الله، ما بشوف، بس أشوف التبشير لهم أو بهم، بهم العوائق الشفافية هيك شيء ما بشوف. اوكي، كتبوا لي بالتعليقات اخواني واخواتي، كتبوا لي موضوع الحلقه او كتبوا لي على الواتساب موضوع الحلقه. خلينا نشوف هاي المواضيع اللي تتكلم بها، عشان التيك توك يعني ادارتها سيئه جدا يعني. طيب البرنامج ايضا اللي ياتيكم يوم الاربعاء 27 نوفمبر تشرين الثاني، التخلي عن الأحلام، قصص الطاعة الراديكالية. هذا البرنامج يأتيكم يوم الأربعاء 27 نوفمبر تشرين الثاني على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. أيضا غص فرحان راح يقدم لكم هذا البرنامج أخواني وأخواتي. البرنامج اللي بعده إذا ممكن، العبد الذي صار سيدا، احنا اعلنا هذا البرنامج، العبد الذي صار سيدا يوم الثلاثاء 26 نوفمبر على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الاخرى مع نزار شاهين والغس ثابت مجلي، اعلنا هذا البرنامج اخواني واخواتي. اعتقد انتهت البرامج لحد هنا، وعندنا ماراثون اخواني واخواتي اليوم بدا، وهذا الماراثون هو اليوم اول حلقات الماراثون. الماراثون راح يستمر معكم لمده هذا الاسبوع تقريبا، والماراثون ايضا مهم جدا اخواني واخواتي، تابعون هذا الماراثون لكي نستطيع نعرف كيف نبشر وكيف نوصل كلمه الرب يسوع المسيح، المواهب للملكوت، كيف نستخدم مواهبنا اللي الله اعطاها لنا لكي نوصلها الى اخوه واخوات، نوصل الانجيل، نوصل فكر الرب يسوع المسيح او دراسه الكتاب.
أنا أشكركم أخواني وأخواتي انتهت هذه الحلقة. أشكرك أخوي السيد النمر لمشاركتك معنا في هذه الحلقة، أشكرك أخ حسين لمشاركتك معنا، الأخوة اللي موجودين معنا في التكبيس أيضا أشكركم من أجل تكبيسكم، من أجل دعمكم، من أجل مشاركاتكم. أيضا الشكر موصول للدكتور باسم والأخت جديدة أيضا كانوا معنا. قدمنا لكم هذه الحلقة من استديوهات قناة الأرامية على التيك توك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. نشكركم جدا، وانتظرونا في حلقة قادمة بنعمة الرب. الرب معكم. معك أخ كريم وأخ حسين. مرحبا بالجميع، أود أن أشارككم رسالة قصيرة بمناسبة يوم الشكر في أمريكا. رسالة تحية ونداء من قناة تلفزيون الأرامي المسيحية إلى العالم أجمع. مع اقتراب موسم عيد الشكر، فإنها فرصة مناسبة للتأمل في مهمتنا والجهود الكبيرة التي نبذلها لنشر الإنجيل إلى جميع أنحاء العالم. مع 13 موقعا رائعا بلغات مختلفة ومشاريع متعددة وحوالي 20 برنامج حواري مباشر يبث أسبوعيا على الهواء بمختلف اللغات وإلى جميع اللغات. اليوم أود أن أتناول قضية ملحة تتطلب تعاطفنا الجماعي. 1- المشكلة هي سكان ودول وشعوب نافذة 10/40 بأكثر من 3 مليارات بشر. تغطي نافذة 10/40 منطقة مهمة من العالم، بما في ذلك أجزاء من إفريقيا والشرق الأوسط بالكامل وسي الوسطى وجنوب شرق أسيا، بما في ذلك دول مثل الهند والصين. هؤلاء الأفراد يأيسون للعثور على الأمل، ومع ذلك فإن أخبار يسوع المسيح صعبة التوصيل. الكثيرون محاصرين في الخوف واليأس، يتوقون لرسالة من الحب والمغفرة والخلاص. 2- الحل توزيع الكتاب المقدس الرقمي كحل جزئي. استجابة لهذه الحاجة الملحة، نقترح حلا يستفيد من التكنولوجيا. هذه الطريقة ضرورية، خاصة لأن إرسال المبشرين إلى هذه الدول التي يصعب الوصول إليها غالبا ما يكون غير ممكن بسبب المخاوف. على الرغم من أن توزيع الكتاب المقدس الرقمي هو استراتيجية فعالة، إلا أنها تأتي بتكاليف كبيرة. نحن لا نهدف فقط إلى الوصول إلى الملايين. هذا المشروع هو جزء حيوي من حلنا، لكننا ندرك أنه مجرد جانب واحد من مهمة أكبر. 3- دعوة روحية للعمل. بينما نتأمل في روح عيد الشكر، أشجع جمهورنا المؤيدين ودعمينا على اتخاذ إجراء. هذه ليست مجرد دعوة للتبرعات المالية، أنها دعوة للانضمام إلينا في مهمة روحية تحول حياتهم. نحن بحاجة إلى تعطفكم ورحمتكم لمساعدة أولئك الذين يبحثون عن الإله الحقيقي. الكثير من المسيحيين في هذه المناطق حريصون على معرفة الخلاص والأمل، لكنهم يفتقرون إلى الوصول حتى إلى صفحة واحدة من الكتاب المقدس. ألن هو الوقت المناسب لمد أيدينا وقلوبنا إلى هذه المجتمعات المضطهدة؟ معا يمكننا تزويدهم بالموارد التي يحتاجونها للعثور على السلام والحرية وفهم أعمق لمحبة الله. الخاتمة في هذا موسم الشكر، أشجعكم على مشاركة هذه الرسالة ودعم مبادرتنا ومساعدتنا في إحداث فرق في حياة الملايين الذين ينتظرون الأمل. شكرا لكم على دعمكم ووقوفكم معنا لنواصل مهمتنا لنشر الإنجيل إلى جميع الأمم. بارك الله فيكم، ونحن نقدر كثيرا صلواتكم ودعمكم. أتمنى لكم يوما مباركا مع ربنا ومخلصنا يسوع المسيح.